أسعدتم صباحا ومرحبا بكم في مقر المنبر التقدمي في مؤتمره الصحفي لإعلان قائمة التقدم التي سيتقدم بها المنبر التقدمي للانتخابات النيابية والبلدية 2022. طبعا ننتظر الآن وصول النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاليا، هو في الطريق قريبا وصوله. نفتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من رفيق الأمين العام عادل المتروك، فليتفضل. شكرا جزيلا. صباح الخير السادة الصحفيات والصحفيين وممثلو وسائل الإعلام، يسعدنا تواجدكم معنا في هذا المؤتمر الصحفي، وقد دعينا إليه لغرض الإعلان عن قائمة التقدم التي ستخوض الانتخابات تحت شعار ليبقى الصوت الوطني حاضرا، وكذلك الإعلان عن برنامجنا الانتخابي. وسوف نترك السؤال عن التفاصيل للسادة الصحفيين لمن يرغب أن يستفسر عن جوانب محددة. كما تعلمون فإن للمنبر التقدمي مشاركات عدة في الانتخابات النيابية والبلدية منذ إعادة الحياة النيابية للفترة من 2002 إلى 2006 ومن 2018 إلى 2022، حيث سعينا سواء في حملاتنا الانتخابية أو عبر النجاحات الانتخابية ووصلوا إلى قبة البرلمان إلى الدفاع عن حقوق الشعب وخاصة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، وفي تبني قضايا الوطن الكبرى. سعت كتلة التقدم في الدورة 2018-2022 للتصدي للملفات المعيشية المهمة مثل تعديلات التقاعد والبطالة وتعثر أداء شركة طيران الخليج وغيرها من الملفات المعيشية والوطنية. ودون استطراد في عرض التفاصيل، فإننا نرى أن البحرين في واقعه القائم تعاني من أوجه خلل كثيرة في الأداء الحكومي ومن تقليص وحد من الرقابة البرلمانية والشعبية، وهو ما أدى ويؤدي إلى المزيد من مصادرة المكاسب المعيشية والسياسية للمواطنين، خاصة مع ازدياد الميل نحو النهج النيوليبرالي بما يتضمنه من تخلي الدولة عن كثير من واجباتها تجاه مواطنيها دون أي ضمانات تحفظ للطبقة الفقيرة والفئات الأخرى من ذوي الدخل المحدود أمناً معيشياً في مختلف الصعيد الصحية والتعليمية، وضمان أمن استهلاك الطاقة والمحروقات وغيرها. نتطلع في المنبر التقدمي من خلال مشاركتنا في المجلس في حال وفقنا بفوز مرشحي قائمتنا نحو إعادة صياغة مجمل العلاقات التي تنظم وتصحح العلاقة بين الدولة من جهة ومكونات المجتمع من الجهة الأخرى، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن العمل البرلماني هو أحد أوجه العمل السياسي المهمة، وأنه في الوقت نفسه لا يشكل بديلاً عن العمل الشعبي خارجه. أرحب بكم مرة أخرى وأترك الكلمة للرفيق عبد الجليل رئيس اللجنة العليا للانتخابات في التقدم ليقدم إحاطة أكثر تفصيلاً لرؤيتنا وللتعرف المرشحين. البيان الصحفي لإعلان قائمة المنبر التقدمية الانتخابية تقدم. الإخوة الأخوات والإخوة الضيوف ورسل الصحافة والإعلام في مملكة البحرين وخارجها، في 6 أكتوبر من عام 2018 التقينا وإياكم لنطلق قائمة تقدم لحملة الانتخابات لذلك العام، ومن دواعي سرورنا أن نرحب بكم اليوم مجدداً في مقر المنبر التقدمي، فخورين بالرصيد المشرف لأداء كتلة التقدم
وبالتعاون مع عدد من النواب الوطنيين الآخرين في الفصل التشريعي المنصرف والسمعة الحسنة التي حظوا بها بين مختلف فئات الشعب. ورغم كل ذلك الأداء المتفاني دفاعاً عن مصالح الناس والسعي لتغيير أوضاعها نحو الأحسن، إلا أن ما يحصل هو كالعادة للأسف استمرار في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار ضيق هامش الحريات في الحياة السياسية والاجتماعية. وقد تضافر طرح برامج من جانب السلطات لا تعالج الأزمات بل تعمقها، مع وجود غلبة كبرى من المشرعين غير العابئين أيضاً بالبحث الجدي عن حلول للأزمات. واليوم نقولها مجدداً إن نتيجة الانتخابات القادمة إما أن تعيد مجلس نواب بميزان قوى يقعد البرلمان عن ممارسة صلاحياته ولعب دوره الرقابي والتشريعي الحقيقيين، وإما أن يغير الناخب هذا الميزان فيوصل بإرادته الحرة إلى المجلس النيابي نواباً تقدميين ووطنيين ديمقراطيين ليصبحوا غلبة تستطيع أن تحدث تغييراً من جانبنا نؤمن بأن هذه خطوة أولى مهمة للغاية لتحريك الجمود الذي لا يزال ضارباً في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأن عدم الفعل لتحقيق هذا الهدف ليس خياراً سياسياً حصيفاً. فلنعمل معاً لنستعيد على الأقل ذلك الدفق الذي شهده الإصلاح في سنواته الأولى بروح ميثاق العمل الوطني، ثم الارتقاء بحالنا إلى مواقع أكثر تقدماً. من جانب آخر، لا يجب أن نركن أبداً إلى أن البرلمان بضيق المساحة المتاحة أمامه قادر على أن ينجز شيئاً جوهرياً ما لم يرفد بأشكال النضال الجماهيرية المختلفة واستنفار طاقات النقابات العمالية والمنظمات السياسية والاجتماعية الأخرى، بما يبدي ضغطاً شعبياً للاستجابة لما تمليه ضرورات معالجة الأزمات المنعكسة سلباً على الاقتصاد والسياسة وعيش المواطن. وسيخدم الوضع لو أن الحكومة الموقرة عكست اتجاه برامجها المختلفة بما يستجيب للمطالب الشعبية، وعندها فلن تجد إلا دعماً وتعاوناً في كل ما يخدم قضية شعبنا ووطننا الغاليين واستتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي فيهما. ولنا مثال حسن في مواجهة جائحة كورونا 19، حيث تضافرت كل الجهود الرسمية والبرلمانية والشعبية في مكافحتها. وسيبقى الأمر الذي لن يقبل المساومة في كل التفاهمات هو انحيازنا الصريح إلى جانب أوسع فئات شعبنا العزيز. ندرك أيضاً أن الوضع العالمي المشحون بأجواء المجابهات العسكرية والاقتصادية يتهدد مختلف مناطق العالم، ومنها منطقتنا الحساسة بالنزاعات الإقليمية وأزمات الغذاء والتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الضرورية. هذه المخاطر تتطلب أن يكون لممثلي الشعب مكان في النضال من أجل استتباب السلم والاستقرار في البحرين وما حولها. إن علينا أن ننادي باستعادة قوة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التكتل الإقليمي الوحيد الباقي لحد الآن العربي،
وعلينا أن ننادي بإبعاد منطقتنا عن الصراعات الدولية والحروب وتحويل الخليج والجزيرة العربية إلى منطقة سلم وأمن وتعاون من أجل التنمية، لكن ذلك يتطلب أيضاً ترسيخ أسس الوحدة الوطنية وبناء الجبهة الداخلية كمصد مضمون ضد الأخطار الخارجية، كما يتطلب خطط إعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية، وخصوصا بما يخفف من تهديدات الأمن الغذائي والدوائي الناتجة عن تقطع سلاسل الإمداد العالمية. وندرك أن التضامن مع قضية شعبنا العربي الفلسطيني تراجع على الأصعدة الرسمية عن المستوى الذي شهدته عقود منصرمة، وأن علينا أن نعمل من أجل تجديد التضامن وتشديد إسنادنا لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس. لقد جرت خلال الفترة المنصرمة سلسلة من اللقاءات مع عدد من الجمعيات السياسية وإقامة عدد من الورش والندوات المشتركة حول الشؤون البرلمانية وقضايا التأمينات الاجتماعية والضرائب غير العادلة وسياسات التقشف المنهكة وغيرها من الموضوعات. وأكدت الجمعيات مبدأ المشاركة في الحياة السياسية والاستفادة من فرص العمل المتاحة من أجل تطويرها، كما تم عدد من اللقاءات مع شخصيات تنوي الترشح للانتخابات القادمة. وفي هذا الصدد كان موقفنا واضحا، وهو أنه سيتحدد على أساس قرب أو بعد برنامج المرشح من برنامج تقدم، كما أكدنا دائما على احترامنا للنواب الوطنيين الذين تعاونوا واتخذوا مواقف تتجاوب ومصالح غالبية المواطنين. أما في الشأن البلدي الذي نوليه كل الاهتمام كما يعكس ذلك برنامجنا السياسي والانتخابي، فسينطبق نفس المبدأ على موقفنا من الأخوة المترشحين للمجالس البلدية. أيها السيدات والسادة، نعي جيدا أن كثيرا من العوامل قد أثرت على المزاج الجماهيري العام وموقفها من الانتخابات، فمع ضعف تركيبة وأداء المجلس النيابي تتقاطر عبره أو من دونه كثرة من القوانين والأنظمة والبرامج التي ينتج عنها تفاقم الأوضاع وليس معالجتها، بينما يوضع المجلس النيابي في الواجهة، ذلك ابتداء من مزيد من تقييد الحريات وتكبيل العمل السياسي وانتهاء بمختلف أنواع الضرائب والرسوم والاقتطاعات من دخل المواطن في مقابل ارتفاع الأسعار وتراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، وإجراءات أخرى تؤدي إلى إفقار أعداد كبيرة من المواطنين وإفلاس أعداد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفوق ذلك عكس بحرنة الوظائف إلى أجنبتها، ما يساعد على انحسار الوظائف ذات الأجر الكريم وتفشي البطالة. وقد أصبح كل مواطن يشعر الآن بأن القدرة الشرائية لنقوده تضعف وتضعف إلى حدود بعيدة. ويزيد الطين بلة أنه بعد حل عدد من الجمعيات السياسية جرى حرمان غالبية أعضائها من حقوقهم السياسية، كما سقطت أسماء كثيرة من قوائم الناخبين لأسباب مختلفة. هذه العوامل المجتمعة تضيق طوعا وقسرا من دائرة المشاركة السياسية، ما يؤدي إلى حرمان العمل السياسي والبرلماني
من كوادر وطنية ذات طاقات وميراث. وبهذا الصدد نكرر مطالبتنا للجهات الرسمية لتدارك كل هذه الثغرات لما فيه مصالح مصلحة الجميع. ومع ذلك فالناس بحاجة إلى أن تعي أن مصلحتها الحقيقية في وحدتها الوطنية واستخدام حقوقها الدستورية في محاولة لدرء الأضرار لا زيادتها. إننا ندعو المواطنين إلى أن ينشطوا لممارسة حقهم الانتخابي ودعم مرشحي قائمة التقدم وكل من يجدونه يمثل مصالحهم ويدافع عنها. إننا ننتظر من أجهزة الإعلام الرسمية المقروءة والمرئية والمسموعة باعتبارها تعيش على المال العام أن تفتح أبوابها لجميع المرشحين على أساس تكافؤ الفرص، كما ننتظر من وسائل الإعلام الخاصة المساهمة بجدية في إنجاح منافسات متكافئة ونزيهة بين المرشحين، وأن تقف على مسافة واحدة من كل منهم وتبتعد عن كل ما يوتر أجواء الحملات الانتخابية. كما نناشد المرشحين أنفسهم بالتزام الصدقية والمنافسة الشريفة والابتعاد عن النيل من بعضهم. أيها الأخوات والإخوة الأعزاء، حان لي أن أقدم لكم قائمة المنبر التقدمي تقدم والتي ستخوض الانتخابات النيابية تحت شعار ليبقى الصوت الوطني حاضرا. هذه القائمة تضم 4 من خيرة كوادر المنبر التقدمي، وبتنوع اختصاصاتهم وخبراتهم في مجالات الاقتصاد والسياسة وقضايا العمل والعمال والمرأة والطفولة والصحة وشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فإن قائمة التقدم تعكس الهموم والتطلعات الشعبية بجوانبها المختلفة. يسرني ويشرفني أن أقدم أعضاء قائمة التقدم، وفي مقدمتهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاليا رفيق عبد النبي سلمان، المؤهل الأكاديمي خريج جامعة بنغلور بالهند تخصص الإحصاء، الخبرات السياسية انتخب أمينا عاما للمنبر التقدمي في الفترة 2012-2015، الخبرات البرلمانية انتخب نائبا في العمل التشريعي الأول 2002-2006 حيث اختير مقررا للجنة التحقيق البرلمانية الأولى في قضية إفلاس صناديق التقاعد، ورئيسا للجنة التحقيق البرلمانية في تلوث خليج توبلي. انتخب نائبا في مجلس النواب في الفصل التشريعي الماضي 2018-2022، وانتخب فيه نائبا أول لرئيس المجلس، وكان رئيس لجنة التحقيق في أوضاع شركة طيران الخليج. المساهمات المجتمعية: عضو مؤسس في جمعية الاقتصاديين البحرينية، عضو مؤسس في جمعية الشفافية البحرينية، له إسهامات بحثية في شؤون المجتمع وقضايا الموازنة العامة للدولة وقضايا البرلمان، ومشاركات في الصحافة المحلية والخليجية، وسيترشح للانتخابات في الدائرة 6 محافظة الشمالية. تفضل رفيق. شكرا رفيق أبو مجيد، صباح الخير جميعا. أولا أود أن أعتذر على يعني التأخير الذي حصل في قدومي إلى المؤتمر الصحفي،
وذلك نظر لظرف طارئ جدا، اضطررت أن أتأخر قليلا. أكرر اعتذاري لكم جميعا، وأيضا أرحب بكم جميعا الأخوة الصحفيين والحضور في هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقده المنبر التقدمي لتقديم قائمته للمجلس 2000 مجلس النواب 2022. كما تعلمون طبعا نحن أعضاء في كتلة التقدم، يعني وخلال الفصل التشريعي المنقضي وهو الخامس يعني كما تعرفون، هذا الفصل طبعا حفل بالكثير من الملفات الساخنة والحيوية والمعيشية والاقتصادية وأيضا التشريعية والرقابية، وكنا في وسط هذا كل هذه الملفات ككتلة تقدم بأعضائها الثلاثة، وحولنا العديد من النواب الذين استطعنا أن نكون معهم كما أستطيع أن أزعم نوعا من التحالف داخل مجلس النواب، انعكس على الكثير من الملفات التي أردنا أن نوصلها بقوة داخل المجلس. لكن كما تعرفون وبحسب وطبيعة الآلية الديمقراطية هناك أغلبية في مجلس النواب، هذه الأغلبية ربما حالت وبكل أسف للوصول إلى نتائج ملموسة يتطلع إليها الشارع البحريني، لكن هذا لا ينفي أيضا أن توجهات كتلة تقدم داخل المجلس ومعها الكثير من النواب المخلصين لقضايا الناس وقضايا الوطن، وقفنا لنوصل الصوت الوطني كما عاهدناكم في بداية الترشح للبرلمان 2018، حيث كان شعارنا ليبقى الصوت الوطني حاضرا، وبالفعل الصوت الوطني بقي حاضرا خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك نابع من إصرارنا على أن يكون الصوت الوطني حاضرا وحاملا لكل الهموم والقضايا المعيشية والوطنية. وسوف نستمر ونوعدكم كممثلين للصحافة المحلية ووسائل التواصل أن هذا الشعار سيبقى، وسيبقى الصوت الوطني حاضرا خلال الفترة القادمة، وفي حال وصولنا للمجلس سوف يكون صوتا قويا صادحا داخل مجلس النواب بكل الهموم والقضايا المعيشية والاقتصادية والسياسية والحقوقية، وسوف نكون رقيبا بكل ما نستطيع من قوة داخل مجلس النواب على أداء الحكومة كما يتيح لنا ذلك، تتيح لنا اللائحة الداخلية وأيضا القانون الانتخابي. كما تعلمون الملفات التي ناقشتها كتلة تقدم في الفصل التشريعي الخامس المنقضي كانت ملفات كما ذكرت في البداية ترتبط أولاً بالجانب الرقابي، حيث ساهمنا وشاركنا بفاعلية قوية جداً في لجان التحقيق، أكثر من 5 لجان تحقيق شكلت كانت فيها كتلة تقدم حاضرة وبشكل واضح جداً. أيضاً شاركنا في طرح العديد من الأسئلة وأيضاً في المناقشات العامة القوية أيضاً التي طرحت داخل مجلس النواب، كنا في صلب المناقشات العامة، وارتأينا كما تعلمون على الرغم من كل القيود التي وضعت ووضعها برلمان 2014 في تقييد عملية الاستجواب، إلا أن كتلة التقدم استطاعت أن تبتدع ومعها بعض النواب الوطنيين المخلصين داخل المجلس، أو أن تهتدي إلى المناقشة العامة كوسيلة لتحقيق نوع من الرقابة على أداء الحكومة، وبالفعل هذا ما نجحنا فيه. وتابع الشارع البحريني كيف كانت المناقشات العامة في قضايا تتعلق بالوضع التعليمي ودور وزارة التربية والتعليم والتراجعات على مستوى الملف التعليمي، وأيضا في ملفات سوق العمل وملفات البطالة وملفات تتعلق بقضايا الفساد والتجاوزات المالية، وأيضا كما حدث طبعا في لجنة التحقيق في الأوقاف الجعفرية،
وأيضا في قضايا تتعلق بوزارة الصحة، وأيضا كان هناك ملف لجنة التحقيق في أوضاع طيران الخليج، هذه الشركة الوطنية الهامة. واستطعنا من خلال ذلك، وأقولها بشكل واضح، أن ننجز الكثير ربما الذي لم تتابعه الصحافة بشكل جيد. لكن أعتقد أن الملف الأخير على وجه التحديد، ولتسعفني الذاكرة قليلا، طيران الخليج أحد النتائج التي تمخضت عنها لجنة التحقيق طيران الخليج، ونحن لازلنا نحقق في الملف آنذاك، أننا استطعنا أن نثبت أكثر من 330 بحرينيا كانوا معلقين وكان مصيرهم في المجهول قبل تشكيل اللجنة، علاوة على كشف الكثير من القضايا المرتبطة بالتجاوزات داخل طيران الخليج. وضعنا تقريرا مفصلا في كيفية إصلاح أوضاع طيران الخليج، وهو تقرير مهني يمكنكم الرجوع إليه، وأعتقد الصحافة عرضت جزء منه. وبالمثل أيضا شارك أعضاء قد التقدم ومعهم النواب المخلصين في قضية البطالة، وكيف تابع الشارع البحريني هذا الملف بكل تفاصيله، حيث طرحت يعني طرحت قضية البطالة على الطاولة وتم وضع الحلول لها. لكن كما تعرفون جميعا أننا دائما وأبدا نصطدم بعدم تعاون أو بتعاون مجتزأ من قبل السلطة التنفيذية. وهنا أوجه دعوة لطرفين، الطرف الأول هو السلطة التنفيذية، أن تأخذ يعني العمل النيابي أولا وقبل كل شيء على محمل الجد، وأن أيضا تستفيد من كل الأخطاء التي ارتكبت في السنوات السابقة، وأن يكونوا أوفياء للمشروع الوطني الإصلاحي لجلالة الملك، الذي كان من ضمن مقدماته وأولوياته هو المحافظة على المال العام، وأيضا تحقيق المصالح الوطنية لشعب البحرين وللبحرين كبلد. ومن دون هذا التعاون الجدي من قبل الحكومة لن يكون هناك عمل حقيقي. حدث هذا في كل الدول التي تتجاهل فيها الحكومات دور المجالس التشريعية. لا نريد لحكومتنا الموقرة أن تكون جزءا من تعطيل العمل الديمقراطي والبرلماني، وأن تستمر في الإصغاء أكثر وأكثر للصوت الوطني وللمطالب الشعبية العادلة وللقضايا الحقوقية، وأيضا أن تقدم مبادرات ومشاريع توقف الفساد وتحافظ على المال العام، وأيضا أن يكون لنا مفهوم جديد في كيفية إدارة الدولة. العالم يتغير، ونحن أيضا في البحرين نطمح أن نتغير مع هذا العالم نحو الأفضل. كل هذه الملفات التي ناقشناها وأكثر سوف تطرح خلال الفترة القادمة، وبقوة أيضا في حال وصول كتلة تقدم بعناصرها ذات الخبرة والكفاءة. ونعدكم أيضا كصحفيين ومتابعين أن نكون الصوت الوطني الحاضر دائما وأبدا، وأن نكون حريصين أشد الحرص على الوحدة الوطنية، وعلى أيضا أن لا يكون المجلس يمثل حالة انقسام لا سمح الله. بالفعل هذه ربما هي أحد الأمور التي نستطيع أن نقول أننا نجحنا فيها ككتلة تقدم، أن نبعد المجلس قدر ما نستطيع عن ذلك النوع من التنافر البغيض على شعبنا. وكنا أعتقد منذ اليوم الأول حريصين أن نكون جزءا يعني مهما في عملية الوحدة الوطنية التي انعكست على الشارع البحريني، والجميع أعتقد يستشعر ذلك، أن الحال والمزاج العام في البحرين لم يعد في وارد ذلك الانقسام البغيض الذي كان يوما لا نريده أن نرجع مرة ثانية. شكرا لكم. شكرا نائب عبد النبي سلمان. سيدة إيمان حسن شويطر تعتزم الترشيح ضمن قائمة تقدم في تجربتها الثانية بعد تجربة 2018
التي أبلت فيها كحملة انتخابية بلاء حسنا. إيمان شويطر المؤهل الأكاديمي، خريجة جامعة البصرة بالعراق، تخصص الإدارة والمحاسبة. الخبرة المهنية، عملت لمدة 25 عاما في الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وعينت رئيسة لقسم الاشتراكات في الهيئة. دورها في المجتمع المدني، عضو جمعية نهضة فتاة البحرين والأمين المالي السابق لها، رئيسة جمعية المرأة البحرينية، عضو الاتحاد النسائي البحريني، ومسؤولة العلاقات الداخلية الخارجية فيه لثلاث دورات. مثلت الحركة النسائية البحرينية في محافل داخلية وعربية وعالمية. انتخبت عضوا في اللجنة المركزية للمنبر التقدمي في أكثر من دورة، وهي حاليا أيضا عضو في اللجنة. رشحت نفسها في الانتخابات النيابية في عام 2018 ضمن كتلة التقدم عن الدائرة العاشرة في محافظة العاصمة، وتأهلت لدور الإعادة حيث نالت قرابة 45% من أصوات الناخبين. احنا سمينا هذه خسارة بطعم الفوز، كانت 45%. سيدة إيمان شويطر لك الكلمة. الأخوة الحضور، الأخوة الصحافة الكرام، طاب نهاركم. أتقدم للترشح ضمن قائمة تقدم في الدائرة العاشرة في محافظة العاصمة. سبق وترشحت لانتخابات عام 2018، حيث أوصلني الناخبون الأعزاء إلى الدور الثاني وبنتيجة وازنة، كما شجعني إلى إعادة الترشح الدور المشرف الذي أداه رفاقي وزملائي في كتلة التقدم والنواب الوطنيون الآخرون في الفصل التشريعي السابق، دفاعاً عن مصالح الفئات الشعبية الواسعة. بالطبع ألتزم ببرنامج تقدم الذي يتناول كل قضايا البلاد بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأنطلق من رؤيته لتحقيق التنمية الشاملة. أرى أن بلادنا تمر بأزمة شاملة تتعمق في السنوات الأخيرة، وأصبحت انعكاساتها واضحة على الوحدة الوطنية والتركيبة السكانية والاقتصاد والنسيج والسلوك الاجتماعي. وكأي مرض يحتاج إلى مضادات، فإن الأزمة تحتاج إلى برامج مضادة للأزمة وليست معمقة لها، فلا حلول على مصالح الجماهير الشعبية، بل مع إشراك الجماهير في البحث عن مخارج حقيقية من الأزمة. وحيث أنني منذ سنوات الثمانينات ناشطة في الحركة النسائية الوطنية والعربية والعالمية وملتزمة بقضايا المرأة من منطلقات وطنية وتقدمية، فسأعمل من أجل تجسيد ممارسة المرأة لحقها الدستوري وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية ووصولها إلى البرلمان كنائبة، فهي حريصة وقادرة على حمل قضايا المرأة وطرح وتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل للمرأة حقوقها وتصون كرامتها. أؤمن بأن المرأة في بلادي تمتلك وازعاً فطرياً عالياً لحماية الأسرة والطفولة والأمومة والعجز والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة. رعاية هؤلاء ليست واجب الأسرة والمجتمع فقط، وإنما الدولة بدرجة رئيسية. وعندما تتجه الدولة إلى سن الضرائب والرسوم المتتالية وإجراءات رفع الدعم عن أسعار السلع والخدمات الضرورية التي تقتطع من دخل من يرعى هؤلاء من جهة،
وتعني تراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية من جهة أخرى، فهذا يتهدد المجتمع والدولة معا بالضرر وزعزعة الاستقرار. سأدعو إلى عودة الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية وتطوير هذه الالتزامات. المرأة جانحة للسلم بطبعها، وأنا سأدعو إلى استتباب السلم والاستقرار في البحرين وما حولها، وإلى نصرة قضايا الشعوب العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما أدرك أهمية التكامل بين بلدان مجلس التعاون وتحويل المنطقة إلى منطقة سلم وأمن وتعاون من أجل التنمية والتقدم. إذا ما وصلت إلى قبة البرلمان فسينتظرني وزملائي عمل كبير لن ينجز إلا بدعم الناخبين بعد الانتخابات كما قبلها. شكرا لكم. إيمان شويطر تنوي الترشح في الدائرة العاشرة محافظة العاصمة. النائب الحالي سيد فلاح هاشم فلاح الذي عرف بصولاته وجولاته في الفصل التشريعي السابق دفاعا عن الطبقة العاملة وقضايا العمل والعمال أساسا إلى جانب قضايا الشعب الأخرى. المؤهل التعليمي الدبلوم الوطني في الهندسة الكهربائية من معهد البحرين للتدريب BTI. الخبرات النقابية من مؤسسي نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء 2003 وعضو في مجلس إدارتها لدورتين متتاليتين. شارك في عملية الإعداد والتحضير لتأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 2004 من مؤسسي نقابة العاملين في شركة الحد للطاقة 2007 وانتخب رئيسا للنقابة. في عام 2012 حاز على ثقة عمال الاتحاد العام لنقابة عمال البحرين بانتخابه لعضوية قيادة الاتحاد وبمسؤولية الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية. في 2014 اشرف وساهم في تأسيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكان اول رئيس لها. شارك في تمثيل عمال البحرين في عدة مؤتمرات وأنشطة وفعاليات داخل البحرين وخارجها. الخبرات السياسية: شارك في تأسيس المنبر التقدمي ونشط في لجانه وأنشطته المختلفة خاصة المتعلقة بالنشاطات والقضايا العمالية وحقوق المتقاعدين. توجه في 2012 بتحمله مسؤولية قيادة لجنة توجه في 2012 بتحمله مسؤولية قيادة لجنة قطاع النقابات العمالية والمهنية بالتقدم في المكتب السياسي، وانتخب في ديسمبر 2015 نائبا للأمين العام للشؤون السياسية، وحاليا هو عضو اللجنة المركزية في التقدم. الخبرات البرلمانية: انتخب في العام 2018 نائبا عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية، كما انتخب عضوا في اللجنة التشريعية في الفصل التشريعي المنصرم، وينوي الترشح هذه المرة في ذات الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية. رفيق فلاح لك الكلمة. شكرا رفيق. الأخوة الحضور أسعد الله مساءكم بكل خير. كما تقدمنا في عام 2018 بالترشح للانتخابات لعضوية مجلس النواب البحريني ضمن قائمة المنبر التقدمي تقدم، والتي في نتيجتها نلت شرف تمثيل شعب البحرين في مجلس النواب منتخبا من أهالي الدائرة الخامسة الشمالية.
ملتزما بما ينص عليه برنامج الكتلة في الدفاع عن حقوق المواطنين ومكتسباتهم، نعاود هذه المرة أيضا وضمن نفس الكتلة التقدم بالترشح للانتخابات للفصل التشريعي القادم وعن نفس الدائرة. نعم، في الفصل التشريعي السابق التزمنا بما نص عليه برنامجنا الانتخابي، وخاصة في أولويات حقوق المواطنين في العمل للجميع وفي خدمات تعليمية وصحية وإسكانية وتقاعد منصف، بكل ما تمكننا به الأدوات البرلمانية التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، رغم كل الصعاب والمعيقات، حيث تقدمنا بالعديد من مقترحات القوانين والعديد من الأسئلة للوزراء، وشاركنا في العديد من لجان التحقيق، كما عملنا على تفعيل أداة المناقشة العامة في العديد من المواضيع. ومن بعض هذه المواضيع التي تصدرت عملنا موضوع البطالة، اجتهدنا في تشكيل لجنة تحقيق حول البحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، حيث كنت مقرر اللجنة والمدافع عن تقريرها، والذي حول العديد من التوصيات، منها ولأول مرة في تاريخ مجلس النواب البحريني من ضمن هذه التوصيات إدانة 6 وزراء بالتقصير في ملف البحرنة في تقرير واحد. كما تم أيضا من ضمن التوصيات وتم تشكيل لجنة وعية دائمة في مجلس النواب تعنى بكل ما يختص بالبحرنة تشريعا ورقابة. في ملف التقاعد عملنا على تشكيل لجنة تحقيق، وكنت أيضا المقرر لها والمدافع عن تقريرها، حيث أصدرت تقريرا كشفنا فيه عن العديد من أوجه القصور وسوء إدارة الهيئة واستثماراتها، ووافق عليها المجلس ورفعت للحكومة، وكنا على أمل أنه إذا ما تم الأخذ بهذه التوصيات أن لا يجري الانتقاص من مكتسبات المتقاعدين تحت مظلة ما أطلق عليه إصلاح تقاعد، لأننا وجموع المواطنين خذلنا من مجموعة من النواب صوتت معنا على ذلك التقرير وبكل ما حواه من توصيات، إلا أنها أيضا وفي اتجاه معاكس صوتت على الانتقاص من حقوق ومكتسبات المواطنين في تعديلات قانون التقاعد. الخدمات التعليمية، في مناقشة عامة كشفنا عن مجموعة من النواب ممن اشترك في تلك المناقشة عن ما وصلت له العملية التعليمية من تردد، وعززنا ذلك بمجموعة من الأسئلة النيابية عن المشاريع ومستوى المدارس وطغيان الصفوف الخشبية ونقص الوسائل التعليمية خاصة في مدارس المنطقة. الخدمات الصحية، اهتممنا بهذا الملف سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى البحرين كاملة، ومن أمثلة ذلك موضوع كان للبحرين الريادة فيه بين دول المنطقة، وهو موضوع زراعة ونقل الأعضاء البشرية. منذ منتصف التسعينات كانت تجري تلك العمليات، منذ منتصف التسعينيات القرن الماضي، ولكننا للأسف أصبحنا اليوم في مؤخرة الركب. موضوع عمالي آخر هو حق العاملين في حصولهم على أجورهم، والذي عانى منه عدد كبير من العاملين مواطنين ووافدين، وأثبتنا في ذلك تقصير الجهات المعنية. الخدمات الإسكانية وما يعانيه المواطنون من صعاب جراء عجز الدولة عن تقديم حلول لهذه المشكلة المؤرقة لأصحاب الطلبات الإسكانية. سياسات سوق العمل، حيث تناولنا التصريح المرن وفتح الأسواق لجلب عمالة وافدة رغم تعطل آلاف من الشباب البحريني المتعلم والمؤهل في العديد من التخصصات. في مثل هذه المواضيع وسواها والمتصلة بأكثر اهتمامات وحاجات المواطنين البحرينيين، بحاجات المواطن البحريني حيوية صدرت في بعضها، وعلى أثر ما تقدمنا به وبتعاون مع مجموعة من النواب بعض التشريعات أو القرارات التنفيذية، وستظل في سلم الأولويات، وما تطرقنا إليه ليس سوى جزء بسيط مما قدمناه، ولا يتسع الوقت لذكره الآن. أخواني، نعود وبنفس العزيمة لنواصل المشوار، وسنبقى على ما عهدتمونا عليه، صوت المواطن البحريني بجميع شرائحه وفئاته، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والكادحين وصغار التجار. شكرا لكم.
دكتور مهدي الشويخ أخصائي، طبيب أخصائي معروف، كادر متقدم في المنبر التقدمي، وشخصية بارزة لها ثقلها في منطقته في دائرته الانتخابية، ينوي التقدم للترشيح في هذه الدائرة الأولى الشمالية. الدكتور مهدي عبد العزيز الشويخ حامل شهادة البورد البلغاري في الأمراض التناسلية من جامعة صوفيا بلغاريا 1999، دبلوم في الطب التجميلي 2015، شهادة البكالوريوس في الطب العام والجراحة من جامعة فارنا بلغاريا 1990. الخبرات العملية: أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية في مجمع السلمانية الطبي بين 2000 و2015، طبيب ومدير مركز الشويخ للأمراض الجلدية والتجميل 2016 حتى الآن. المشاركات المحلية والخارجية: عضو سابق في اللجنة المركزية للمنبر التقدمي، الأمين المالي لجمعية الأطباء البحرينية 2005-2007، نائب رئيس رابطة أطباء الجلد البحرينية 2005-2011، عضو رابطة أطباء الجلد العرب، عضو الاتحاد الأوروبي لأمراض الجلد، عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الجلد، عضو الجمعية العالمية لأمراض الجلد، عضو نادي باربار الثقافي والرياضي، مدير تنظيم المهرجان الصحي الذي ينظمه نادي باربار سنوياً للفحص الطبي لأهالي المنطقة لمدة 7 سنوات متتالية. رفيق دكتور مهدي، لك الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي ممثلو الصحافة ووسائل الإعلام، أسعد الله مساءكم بخير. إيماناً منا بأهمية العمل البرلماني وبضرورة أن يبقى الصوت الوطني حاضراً فيه، عزمنا على خوض الانتخابات المقررة في نوفمبر 2022 بإرادة وطنية نتحمل فيها المسؤولية في البرلمان القادم، ساعين في حال ما وفقنا بالفوز إلى العمل على تطوير عمل البرلمان التشريعي وتفعيل أدوات الرقابة الداخلة في اختصاصه وتوسيعه، وفي تبني وطرح قضايا الوطن والمواطن والدفاع عنها. وسنعمل مع كل الخيرين من النواب من أجل الدفاع عن حقوق شعبنا وتوفير الحياة الحرة الكريمة له، والإسهام في إحداث تحول ديمقراطي لبلادنا على قاعدة التوافق الوطني، والعمل سوية من أجل مصلحة البحرين والحفاظ على وحدة مجتمعنا بكل مكوناته، ومن أجل إطلاق الحريات الديمقراطية وصيانة الوحدة الوطنية والسلم وتحقيق التقدم الاجتماعي بالعودة إلى الأسس التي قامت عليها المسيرة الإصلاحية لتجنيب الوطن كافة المخاطر وفتح الطرق أمام تطوره من كافة الأوجه سياسيا وتنمويا. تعاني بلادنا من وضع اقتصادي وسياسي وبيئي صعب، فاقمت منه جائحة كورونا وتداعياتها ما يقتضي إعادة النظر في الكثير من أوجه الأداء الحكومي والقضاء على الفساد وتوسيع المشاركة السياسية وإطلاق الحريات العامة وتمكين المجتمع المدني بكافة جمعياته السياسية
ومنظماته الجماهيرية من أداء دوره. وإذ نقدر عاليا التعاطي الحكومي مع ملف جائحة كورونا وما حققه فريق البحرين الوطني للتصدي لها من إنجازات كبيرة تستحق الشكر والثناء، وساهم في تحقيق ذلك الإنجاز بالتأكيد وعي المواطنين والتفافهم والتزامهم بكل التوجيهات التي كانت تصدر من قبل الهيئات المختصة، نقول إذ نقدر عاليا ذلك فإننا نؤكد على أن يجب أن يدفع لإعادة الثقة بالشعب والشراكة بينه والدولة لحل كافة الأزمات وإدارة الملفات المهمة. لقد نجم عن السياسات الاقتصادية المتبعة أوجه خلل كثيرة، بينها إفلاس وإغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تضرر مؤسسات كبيرة مما دفعها في البدء في الاستغناء عن العمالة البحرينية، أولا البحرينية قبل الأجنبية، وعليه ارتفعت معدلات البطالة وتقلصت الأجور، وكل هذا حدث أمام أعين مجلس النواب الذي ظل معظم نوابه يراقبون كيف يتم تحميل تبعات الأزمة للمواطنين والذين مرروا مشاريع الحكومة بدون اعتراض، باستثناء كتلة التقدم طبعا التي ظلت طوال الدورة التشريعية تدافع عن مطالب والمصالح الوطنية. نعم، تم تحميل تبعات الأزمة على المواطنين، وذلك باللجوء إلى الضرائب والرسوم وإيقاف الزيادة السنوية على رواتب المتقاعدين، مما شكل عبئاً مضاعفاً على فئة ذوي الدخل المحدود وحتى الفئة المتوسطة، وتضرر قطاع الأعمال ما أدى إلى تقليص أعداد الأيدي العاملة فيه. إننا اليوم في حاجة لتركيبة جديدة لمجلس النواب تراقب الأداء الحكومي بيقظة وتحاسب المقصرين ويلتفت أعضاؤه إلى الملفات الكبيرة والمهمة وفي مقدمتها البطالة، وخاصة في صفوف الشباب الذين تعاني قطاعات واسعة منهم من الخيب بسبب عجزهم في تغطية نفقاتهم، وأصبح الآباء عاجزين بشكل متزايد عن إعالتهم، مما يشكل مشكلة وطنية تحتاج توحيد جهود القوى الطامحة للتغيير نحو دولة المواطنة، دولة العدالة الاجتماعية التي تحمي فرص العمل وتحقق للشباب طموحهم في العيش في وطن بلا فقر ولا جوع ولا ظلم. إننا تحتاج إلى مجلس نيابي قوي به كفاءات وطنية تنشد الإصلاح الحقيقي والتصدي لكل ما يعيقه من فساد ومفسدين يجب أن يخضعوا للمساءلة، وأن يولي المجلس عناية للنهوض بالبنية التحتية خاصة في المناطق المهمشة والمكتظة بالسكان، وكل هذه ملفات سنوليها اهتمامنا الكبير انسجاما مع أهداف برنامجنا، برنامج كتلة التقدم الذي ينشد العدالة الاجتماعية للمواطنين في العمل وفي الصحة وفي التعليم والسكن وعند التقاعد، والتمتع بكافة حقوقهم دون انتقاص، وبوقوف أبناء شعبنا مع هذا البرنامج وممثلي، يمكننا أن نوصل صوتنا الوطني المدافع عن حقوق الناس إلى المجلس النيابي، وهذا ما نطمح إليه ونثق به. والسلام. كانت هذه هي أرضيتنا السياسية المنطلقة من روح البرنامج الانتخابي الذي ننوي التقدم به للانتخابات القادمة،
وهذه كوكبة من رفاقنا الذين نقدمهم لجماهير شعبنا سوف نقدمهم لجماهير شعبنا للانتخابات النيابية 2022، وهم أمامكم جاهزون للإجابة على أسئلتكم. أرجو يعني الاسم الصحيفة أو المركز الإعلامي أو محمد في أسئلة ثانية بعد. وليد دياب جريدة أخبار الخليج. وليد دياب جريدة أخبار الخليج. أنا ليا بس أكتر من سؤال لو سمحتوا. استكمالا لسؤال زميلي محمد رشاد، إن الأستاذ عبد الجليل تحدث أيضا عن لقاءات مع بعض من ينتوي الترشح، هل ده معناه إن أنتم ممكن تدعموا بعض المستقلين مترشحين؟ والأمر الآخر بخصوص الأستاذ يوسف زينل، هل هينزل الانتخابات كمستقل ولا لن يكون موجود؟ نقطة أخرى برضو عايز أعرف إيه أسباب إن عدد المرشحين قل عن المرة السابقة، واستمراركم في عدم ترشيح للمجالس البلدية؟ الأستاذ عبد النبي تحدث عن إن يعني التقدم بقدر الإمكان حاولت إن هي تشكل كتلة في المجلس الحالي، هل ترون إن الجمعية نجحت في إن هي تشكل كتلة تستطيع إن هي تغير من الواقع، أم سيكون لكم أي أسلوب آخر لزيادة عدد الكتلة إن يكون لها تأثير؟ نقطة أخيرة، معلش أسف على الإطالة، إن أنا لاحظت إن في بعض القوانين الهامة كان في انقسام داخل الكتلة نفسها في التصويت، فعايز أعرف تبرير لهذا الأمر يعني. شكرا جزيلا. سنجيب الآن على الأسئلة التي طرحت ثم بنجي الدورة إن شاء الله، ولا متعلق بالمباشرة؟ مباشرة فاطمة سلمان. أي فاطمة سلمان، صحيفة الأيام. البعض يعني من الناخبين كان يتوقع أن للكتلة التقدم يكون أداء أكبر وأقوى في المجلس. البعض من الناخبين كان يتوقع أداء أكبر وأقوى للكتلة من جانب رقابي، لكنها لم تتبنى أي استجواب لوزير أو تفعيل لأدوات رقابية يعني أخرى. هل سيكون الحال نفسه في المجلس القادم في ظل يعني حكم الأغلبية كما ذكر سعادة النائب عبد النبي سلمان؟ وتقريبا نفس السؤال زميلي، لاحظ أن في لا يوجد انقسام في الكتلة نفسها، لا يوجد أي انسجام بين أعضاء الكتلة بخصوص التصويت في على بعض القوانين، أقصد طبعا النائب يوسف زينل اختلف يعني عنكم في بعض قرارات الكتلة وفي التصويت عليها على بعض القوانين، فإذا ممكن. سأتكفل أنا بالإجابة على الأسئلة الأولى وأحيل بعدين إلى رفيقينا في المجلس النواب. هل هناك تنسيق انتخابي مع الجمعيات السياسية؟ لا، يعني كان هناك عمل مشترك وتعاون ولقاءات وورش مشتركة تتعلق بالبرلمان والانتخابات القضايا المطروحة أيضا على العمل البرلماني مثل قضايا التقاعد وتحدثنا عنها في الكلمة، لكن لم يعني تتفق الجمعيات ولا كان مطروح بينها أنها تتفق على مرشحين معينين، مع الاتفاق على مبدأ المشاركة طبعا في الانتخابات. أنا فاتني أن أذكر في كلمة أنه تم التوقيع على وثيقة
معيارية يعني موقف الجمعيات السياسية من هذا المرشح أو ذاك المرشح معايير وطنية عامة يجب أن يستجيب لها هذا المرشح لكي ينال التأييد الشعبي وتأييد طبعا الجمعيات السياسية. هل ستدعمون يعني مرشحين آخرين؟ طبعا لقاءات جرت مع أشخاص كثيرين حضروا إلى المنبر وتناقشنا، لكن لم يعني تبرم اتفاقات محددة بشأن تبني هذا المرشح أو ذلك المرشح. الآن عندما يتقدم المرشحون ببرامجهم الانتخابية، لأننا سنقيس على الناس بأفعالهم قبل أقوالهم، البرنامج الانتخابي مرحلة بين الأقوال وبين الأفعال، ويعني تشي بما س يعني يقوم به هذا المرشح أو ذاك من أو عن توجهات المرشح أو ذاك في داخل المجلس النيابي في حال أنه وصل. ولذلك قياسا على قرب أو بعد هذا البرنامج من البرنامج الانتخابي سيتحدد الموقف. إنما سلفا نعم نحن نكن كامل الاحترام لأعضاء المجلس النيابي الحالي الذين توافقوا وانسجموا في غالبية طرحهم أثناء الفصل التشريعي الخامس مع ما كانت تطرحه كتلة التقدم، وأبلوا أيضا أبلاء حسنا يعني في أدائهم البرلماني لصالح قضايا الناس. طبعا بلا شك هؤلاء يحظون باحترامنا. عن ترشح للمجالس البلدية، طبعا يعني رغم احنا اهتمامنا بهذا الجانب، لكن أيضا المسألة وهي مرتبطة ب انخفاض عدد ترشيحنا من 6 إلى، مربوطة بتركيز الجهود وبالإمكانيات التي نحاول أن نركز قوانا بشكل أكثر على دوائر محددة أكثر من أجل يعني الوصول إلى الانتخابات بكوادر نوعية. طبعا هذا لا يمنع التوسع مستقبلا يعني إذا يعني إمكانيات توافرت أكثر. طبعا لدينا من الكوادر ما يكفي لدوائر أخرى، ولكن الاعتبارات أخرى يعني. رفيق عبد النبي عندك. شكرا للإخوان الصحفيين على أسئلتهم القيمة. أنا بكتفي بالإجابة على ما طرح الأستاذ وليد دياب من أخبار خليج، وأيضا طرحت الأخت فاطمة سلمى من جريدة الأيام. طبعا سؤال وجيه جدا الأستاذ وليد، أن تتكلم عن هل نجحت الكتلة في تشكيل كتلة مؤثرة. هذا الجانب الشق الأول من السؤال. أنا أعتقد الكتلة نجحت بامتياز أيضا من وجهة نظرنا كأداء برلماني في تشكيل كتلة مؤثرة، لم تقل عن 16 إلى 18 عضوا في الملفات المفصلية والمهمة. كما لاحظتم وتابعتم كان هناك يعني كتلة مؤثرة داخل المجلس بهذا العدد من 16 إلى 18 نائبا في الملفات التي تابعها الشارع، وهي كما تعلم وأنت متابع لجلسات المجلس قضايا الضرائب، الموقف من الضريبة، وأيضا الموقف من التقاعد، والموقف من يعني 3% أيضا ومن قانون التقاعد، وأيضا الموقف من تشكيل لجان التحقيق الخمس التي شكلت. كان هناك يعني نسبة تصويت يعني أزعم أننا يعني كنا مؤثرين في تشكيلها داخل المجلس، ودافعت عن هذه الملفات بكل قوة. قضايا مثل البطالة مثلا، لجان التحقيق في البحرنة كانت قضية لجنة مؤثرة ونتائجها ممتازة ومتميزة. اللي كان ينقصنا في هذا الجانب ليس الـ يعني مثل ما تقول
الاستجواب، لأن الاستجواب من وجهة نظري ليس هدفاً باستمرار، وإنما هو وسيلة. احنا ننظر الاستجواب أنه وسيلة لي يعني وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الوزارة المناسبة. نحن لم نستثني الاستجواب في كل الملفات التي كانت تحتاج إلى ذلك، لكن الآلية الديمقراطية فرضت شروطها في نهاية المطاف، والأغلبية قالت كلمتها في أكثر من مفصل، خاصة فيما يتعلق بمثل ما ذكر رفيق السيد فلاح، النائب سيد فلاح، أن هناك لجنة البطالة مثلا أدانت 6 وزراء، وكان بالإمكان جدا جدا لو في تعاون من قبل النواب الذين وقفوا إلى جانب ملف البطالة أن يتم استجواب على الأقل 2 منهم. لكن أعتقد أن هناك الأعضاء، بعض الأعضاء الذين يشكلون النسبة الغالبة في المجلس، ربما تنقصهم أحيانا الخبرة التراكمية والأداء النيابي، وفي نفس الوقت أمور أخرى لا نستطيع أن يعني نجزم فيها. لكن أعتقد أن هذه تجربة يفترض أن يتعلم منها من هم قادمون للمجلس خلال الفترة القادمة، لأن مسألة الاستجواب لم تعد ترفا، وهي أيضا لم تعد مجرد يعني أو لم يقصد فيها أو نقصد فيها كنواب أو حتى كبرلمانات أن يكون هناك استهداف شخصي لا سمح الله لوزير أو لمسؤول، بقدر ما هو تصحيح أوضاع معينة على المستوى الإداري في أجهزة الدولة. لكننا لم نستبعد الاستجواب في كل الحالات. أعتقد بهذا الأساس نجحت الكتلة في تأثير في تشكيل رأي عام مؤثر في الشارع البحريني، وأعتقد أن كل من تابع الملفات المفصلية في التعليم والمناقشات العامة ويعني لجان التحقيق، وأيضا في الأسئلة التي طرحت، نوعية الأسئلة التي طرحت أعتقد كانت مؤثرة إلى درجة كبيرة. كان ينقصنا هو تجاوب الحكومة، وهذا أنا ما أشرت إليه في كلمتي في البداية، أن الحكومة تحتاج إلى إعادة نظر في كيفية تعاطيها مع المجلس من الآن فصاعدا، لأن العالم يتغير والمحيط يتغير ودول الجوار تتغير، ونحن نحتاج أن نتغير، ونحن أولى بأن نتغير لأن نملك الريادة في كل هذه القضايا. وأعتقد أن تجربة شعبنا السياسية والحقوقية والرقابية وأيضا يعني تطور اللي حدث في البحرين خلال السنوات 30 الماضية يفرض أن يكون هناك نوع من التعاون المختلف والإيجابي الأكثر من قبل الحكومة، ونعول على تعاون سمو رئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد بقيادته الشابة أن يكون أداة لإنجاح مسيرة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة أن هناك مآخذ كثيرة على أداء الحكومة من قبل النواب ومن قبل الشارع. الجزء الثاني من السؤال، هل هناك انقسام داخل الكتلة أثناء التصويت وهل هناك أسباب؟ وأيضا أربط هذا السؤال بسؤال أخت فاطمة سلمى من الأيام، أن هل يوجد لا يوجد أي انسجام في التصويت؟ أعتقد أن ممكن كلمة لا يوجد انسجام شوي بعيدة عن الموضوع، لأن إحنا أولا ننطلق من منطلقات ديمقراطية، إحنا أبناء يعني نجباء لمؤسسة ديمقراطية اسمها المنبر التقدمي تقوم على الأسس الديمقراطية، وبالتالي لدينا أيضا برنامج انتخابي دخلنا على أساسه الانتخابات في 2018، ورفيقنا الأستاذ يوسف زينل، النائب يوسف زينل، هو أيضا شخصية وطنية معروفة وله تاريخ نضالي مهم، لكنه دخل الانتخابات أيضا ببرنامج انتخابي يختلف عن برنامج الكتلة، وهذا حقه في ذلك. عودنا النائب يوسف زينل على مواقفه الوطنية، لكنه أيضا كان ينحو باتجاه أن يكون مستقلا في برنامجه، وبالتالي إحنا كنا صريحين معه منذ البداية أن هذا متاح طالما هو لا يخرج عن الخطوط الرئيسية العامة للكتلة، وبالتالي له كل الحق في أن يأخذ يعني تكون له وجهات نظر في بعض الملفات، لكنه يعني كان دائما معنا في كل التصريحات والبيانات التي صدرت كما تعرفون من ناحية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، المتعلقة بقضايا التقاعد، المتعلقة بالبطالة، المتعلقة بالضرائب، المتعلقة بالصحة، المتعلقة بالتعليم. كل هذه الملفات هي كان يوسف زينل كنائب وطني
معنا فيها، أتحنا له فسحة من يعني حرية الكلام، وأيضا حرية أن يكون له رأي ربما متباين نوعا ما، وهذا هو يعني من صلب عملنا أن نكون ديمقراطيين في الأساس وفي البدء. أعتقد أن هذا الإجابة كافية، شكرا. سيد فلاح تفضل. شكرا. أنا أعتقد بس إضافة بسيطة على سؤال الأخ فاطمة سلمان بشأن تفعيل أدوات الرقابية، أنا أشرت في كلمتي إلى أن احنا تقدمنا أو في بعض الأدوات التشريعية جاءت عبر حقيقة الأسئلة عندما سلطنا الضوء على بعض المواضيع وأثبتنا أن هناك في نقص تشريعي. مثال على ذلك موضوع الأجور، أول موضوع أو أول سؤال تقدمت به إلى سعادة وزير العمل حول أجور العاملين اللي مضى عليهم، ومن خلال إجابته كان في بعض العاملين 8 شهور أو أكثر لم يستلموا الأجور. أثبتنا بأن هناك نقص تشريعي. قانون العمل صدر في رقم 36 لسنة 2012، صدر في 2012 وكان ينص على أن يصدر الوزير قرارات تنفيذية له، ومن ضمن القرارات هو قرار حماية الأجور. لم يصدر إلا بعد أن أثبتنا بأن هذا القرار في تأخر وفي تقصير من قبل الوزير في إصداره، وبالفعل تم. أي ما بمعنى أن هناك أداة رقابية استخدمناها لكي ينجز منه أداة تشريعية وإن كان قرار. موضوع آخر بعد أحد أكد عليه، موضوع نقل الأعضاء. قانون زراعة ونقل الأعضاء صدر سنة 98 في البحرين، وكنا إحنا في المقدمة كما أشرت إلى أن صدر. ما صدر إلا بعد سؤال إلى سعادة وزير، صدرت لائحة تنفيذية لهذا القانون في 2020 بعد سؤال تقدمت فيه إلى سعادة وزيرة الصحة. هذه الأدوات الرقابية باستخدامنا إليها أدت إلى صدور قرار تشريعي. شكرا. شكرا. أسئلة أخرى؟ السلام عليكم. أنا الفردان سوشيال ميديا. في لاحظت في البرنامج مالكم الكتيب اللي مقدمينه ممكن أو جزء في كلمتين، في 2002 كان إنجاز واسترجاع، وفي 2018 طرح، وأكد هذا الكلام سعادة النائب الأول عبد النبي سلمان عندما تكلم أنهم صوت. هل في الانتخابات المقبلة ستتراجعون أزيد إن كان إنجاز واسترجاع في 2002 ل2006، وفي 2018 صرتون طرح، اكتفيتون بعملية الطرح مع التأكيد استرجاع أموال تقاعد وما تقاعد، هو القصد كإنجاز، في تكلمتون بلفظ إنجاز في 2002 2006، في 2018 تكلمتون عن طرح واكتفاء بالطرح والصوت. أعتقد أن حتى سعادة النائب عبد النبي سلمان قال سنستمر في الجولة الجاية في الانتخاب في الفصل التشريعي السادس صوت. هل هذا هو الطموح الآن وننتقل الآن إلى الصوت فقط، أنكم فقط صوت تتكلمون بدون أي إنجازات؟ شكرا. أسئلة أخرى؟ طيب، هذا السؤال عن مباشرة إلى رفاقنا في الكتلة رفيق عبد النبي. تحدثتم في 2002 عن إنجازات محددة، في 2018 عن طرح مجرد، ماذا عن مستقبل؟ شكرا لأخاني الفردان السوشيال ميديا على طرح هذا السؤال مهم. أعتقد أن يعني الإجابة على هذا السؤال واضحة، لأن أولاً علينا أن نقيس يعني المرحلة السياسية والاجتماعية في 2002 إلى 2006، هي الفترة التي كنا فيها في المجلس في بداية انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. تلك الفترة كانت حافلة بالكثير من الإنجازات على المستوى الوطني، ليس فقط بالنسبة لمجلس النواب وإنما على مستوى البحرين. كانت هناك قوانين، كانت هناك تشريعات صدرت بناء على المطالب الشعبية التي سبقت إقرار ميثاق العمل الوطني، وأعتقد أن كان الطموح كبير جدا في تلك الفترة. ربما انتكست هذه الطموحات لاحقا بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلد، وبسبب أيضا عدم تعاون الجهات المعنية في الدولة
لإنجاز ما وعد به أثناء ميثاق العمل الوطني. عندما نتكلم عن أن 2002 كان إنجاز، نعم كان هناك إنجازات حقيقية على المستوى، لأن هناك الكثير من التشريعات لا أستطيع أن أحصيها الآن، والكثير من التعاطي مع مثلا قضية مثل قضية البطالة، قضية التقاعد آنذاك، كلكم تذكرون كانت قضية التقاعد هي القضية الأولى آنذاك، وتم استجواب وزيرين بالفعل، احنا كنا في وسط هذا الاستجواب، وزير المالية السابق أو الأسبق ووزير العمل السابق. وطبعا مثل ما ذكرت أنا في إجابتي على الأخوان الصحفيين اللي سبقوك، إن احنا نأخذ من الاستجواب عملية لتصحيح الأداء الإداري في الدولة، وليس يعني استهدافا لوزير معين أو شخصية معينة، لكن أيضا الآلية الديمقراطية هي من تحكم في ذاك الوقت، وبالتالي الأغلبية لم تسمح ب يعني استجواب الوزير، استجواب الوزيرين تم السماح فيه، لكنهم يعني لم نستطع إسقاط الوزيرين لأن الآلية لم تسمح بذلك. لكن أعتقد أن الرأي العام العالمي، الرأي العام في البحرين، استطاع أن يتابع بوضوح كيف تم كشف المستور في ملفات مهمة مثل التقاعد والميزانية العامة للدولة وملفات أخرى ذات انعكاسات معيشية للناس. وأيضا كان هناك يعني إنجازات على مستوى الأجور، كان هناك زيادات في الأجور في 2002، وكان في تصحيح في بعض القوانين المعيقة حقوقيا وقانونيا، والقائمة تطول. عندما نتكلم عن الصوت الوطني، ليبقى الصوت الوطني يعني حاضرا، بالفعل احنا اليوم امام مرحلة سياسية واجتماعية مختلفة بالكامل تقريبا عما كانت عليه الفترة التي يعني لحقت بفترة ميثاق العمل الوطني. علينا ان نعترف ان هناك اليوم تحديات كبيرة امام مالية واقتصادية وسياسية وحقوقية امام يعني مملكة البحرين، بناء على ما يعني جرى في البحرين للأسف من أحداث يعني أعادت البحرين للأسف مربعات إلى الوراء. الآن كل الجهود يجب أن تنصب على كيفية الارتقاء وتطوير العمل السياسي والديمقراطي لبلوغ الأهداف المنشودة وطنيا، وبالتالي الصوت الوطني هو البرلمان، هو منصة وطنية يجب أن يبقى فيها الصوت الوطني صادحا وحاضرا باستمرار. وأيضا يجب أن نقول كلمتنا بكل وضوح كما قلناها في المجلس الحالي وفي المجالس السابقة، أن تطوير العملية الديمقراطية لا يحتاج إلى كل هذه الإعاقات التي تخرج بين فترة وأخرى. يجب أن نكون أوفياء كنواب وكشعب وكحكومة وقيادة سياسية لميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه 98.4%، وبالتالي نحن نبقي هذا الصوت مخلصا من أجل قضايا شعبنا، من أجل ارتقاء بوطننا، ولا عيب أن يكون هناك صوتا. وأنما الإنجاز يجب أن يكون إنجازا جماعيا، الإنجاز ليس لكتلة وإنما إنجازا لوطن ولمجلس تشريعي يعول عليه الناس الكثير، وبالتالي هو تحدي نضع أنفسنا في مقدمة هذا التحدي لقيادة مجتمعنا مع الآخرين والمخلصين من الشخصيات والتيارات السياسية ومع الحكومة الموقرة للنهوض بهذا البلد وعبور التحديات التي أمامنا. شكرا. شكرا نابع بن نبي. هل من سائل؟ إذا أشكركم جميعا على يعني حضوركم، وأعتذر عن التأخير في البداية، وأتمنى أن يكون لهذا المؤتمر الصحفي الصدى الذي يستحق، ولنا إن شاء الله لقاءات أخرى في المستقبل. شكرا جزيلا.